السادس من اكتوبر. نعم. عايزين نتكلم عن ذكريات فضيلتك عن المرحله دي، عن نبوءه الدكتور عبد الحليم محمود لرئيس السادات، عن امور كتيره حدثتني عنها ومش عايز احرقها لجمهورنا الحبيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مما لا شك فيه أن ذكرى معركة العبور التي كانت في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان لها أهمية كبرى في تاريخ الثقافة العسكرية والوطنية الحقيقية عبر العصور. وكما تفضلت بالإشارة أنها لا تنسى في كل عام، ويغوص الباحثون والمحللون ليستخرجوا منها العبر والدروس والأسباب والمضامين، بل إن هناك أكاديميات عسكرية في العالم. صحيح. وفي الغرب عكفت على هذه الموقع وعلى دراسة الأسباب التي تم بها النصر لنا فيها. وكان عجبهم الغريب أنه كيف تم هذا النصر، إنه كانت تتردد أسطورة الجيش الذي لا يقر فقهر، واستحالة عبور هذا الخط بارليف فتم عبوره. عباقرة المهندسين العسكريين الذين خططوا للعدو ووضعوا القواعد والركائز كانوا يقولون مستحيل، فإذا بهم يفاجؤون في 6 ساعات يختل التوازن ويتم النصر. لقد سمعت كثيرا من المحللين، وقرأت كثيرا في وثائق هذه المعركة، بيد أن أكاديميات عسكرية بهرهم هذا النصر فأخذوا يبحثون، ومنهم من يقول إن القوات المصرية والعربية والإسلامية اتخذت طريقا أو منهجا أو أسلحة أو توقيتا إلى غير ذلك مما قدمته دراساته، ولهم أن يصلوا إلى هذا. لكن الشيء الذي لم يصلوا إليه وغاب عنهم في تحليلهم هو البعد الديني والإيماني في هذه المعركة. كان للبعد الديني والإيماني في هذه المعركة سر عجيب ما وصلوا إليه ولا عرفوا. ومن هنا كانت أخلاقيات المعركة لا تسمع بحادث من الأحداث والوقائع التي كانت تحدث قبل ذلك. أخلاقيات المعركة التي كانت تدفع الشباب والرجال والنساء والملوك والرؤساء والعالم كله انتفض انتفاضة واحدة. هذه المعركة حين أخذ المحللون العسكريون الأجانب يبحثون الأسباب ليعرفوا كيف يصطادون وكيف يتوقفون عند هذه الأمور العجيبة، كما قلت غاب عنهم البعد الإيماني والديني الذي لم يصلوا إليه. كان هذا البعد يتمثل فيما تفضلت بالإشارة إليه، هذه النبوءة. نعم. وهذه الرؤية التي رآها إمام المسلمين آنئذ وهو العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسود رحمة الله عليه. وكان هذا العالم وأنا أحد الذين تتلمذوا على يدي، كنا نرى فيه العالم والولي. وكان سلوكه يسبق أعماله وأقواله، ومن أجل ذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية الرسول حق، لأنه عليه الصلاة والسلام قال
من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. ما إن رأى هذه الرؤية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر وأن قواتنا من خلفه تعبر، حمل النبأ إلى القائد آنئذ وهو الرئيس السادات رحمه الله، وقال له عليك أن تخوض المعركة وسننتصر. قال وما أدراك، هذا في علم الله، هذا من الغيب. قال نعم من الغيب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل. اقتنع القائد وأخذ قرار المعركة، وهنا كل إنسان عرف دوره. ومن أوائل الذين عرفوا دورهم ورسالتهم القوات المسلحة، قادة الجيش، الشعب، علماء الإسلام. كان يمثلهم هذا الإمام الذي ما إن عرف بأنه تم أخذ قرار المعركة إلا وانتفض إلى منبر الأزهر. ومنبر الأزهر عبر عصور التاريخ، ومن يستقرئ التاريخ ويستدعي الوقائع السابقة يرى أنه كان مركز الإشعاع والإضاءة للعالم. راح على منبر الأزهر الذي وقف عليه الأئمة في كل ملمة وخطب المسلمين، هو في مصر ولكن كان يخاطب جميع العالم وجميع الملوك والرؤساء، ويقول لهم هذه حرب في سبيل الله، من مات فيها شهيد، ومن لم يخض المعركة أو يتقدم فيها بشيء مات على شعبة من شعب النفاق. وهنا خف الملوك والرؤساء. ولا أستطيع ولا تسعفني الذاكرة التاريخية أن أسرد لك أسماء الرؤساء كلهم والملوك والقادة، الكل شارك، لكني سأختار شخصية واحدة ما زلت أذكرها، وهي شخصية الملك فيصل ابن عبد العزيز آل سعود. هذا الملك المتميز رحمه الله وقف موقفا يجل عن النظير، وخاطب الأعداء جميعا والغرب كله وقال نحن على استعداد أن ننفض حضارتكم ولا تعنينا في قليل أو كثير، مستعدون أن نعيش في البادية وفي الخيمة باللبن وبالتمرة ولا قطرة بترول تذهب لكم. الله الله. وقف سلاح البترول في المعركة. وهنا جند شيخ الأزهر حين نادى كل الملوك والرؤساء والشعوب والأمم والقوات، كل عرف دوره. الله. وخاضوا المعركة وهم على يقين أنهم سينتصرون إن شاء الله، لأن هذه البشارة قوت الروح المعنوية تقوية لا نظير لها أبدا. أستاذنا الدكتور، يعني باخد ملامح من كلام فضلتك، لو حاولنا ناخد درس اللي حضرتك تتكلمه ده دلوقتي قد إيه؟ يعني لو تمثلنا كده الموقف، قرار حرب، الناس قاعدين في بلبلة ست، يعني داخلين ست سنين في، بدأت الشعب والشباب يتحرك في الأرض، عايزين بعد النكسة عايزين يحاربوا، محدش عارف التفاصيل ايه، معاش عارف احنا جاهزين ولا مش، الشباب خارج عايز حتى كان بتحصل بعض المظاهرات في غليان، في غليان الناس كلها عايز تاخد بالطار. نعم. قد ايه كده الشيخ والدكتور عبد الحليم محمود عنده من الروحانيات وعنده من الثقة بالله سبحانه وتعالى، ان وده لازم ناخده الدرس ده دلوقتي، ان الهدف شريف ولا جدال فيه، ارضنا مغتصبة، حربنا في ارضنا لم نعتدي، قتل أطفالنا في بحر البقر وغيرها وغيرها، وقتل واعتداء على جيشنا وعلى قواتنا في أرضنا في سيناء وغيره وغيره، بنحارب غير مسلمين، يعني حاجة هدف واحد موحد لا يعني غبش فيه ويقيني، زي ما قلت فضلتك وزي ما قال عن الدكتور عبد الحليم محمود اللي هيموت شهيد قولا واحدا. نعم. إزاي وصل ده للقائد؟ إزاي كان يعني وتد وفي عضده؟
وقدر يقول له خد قرار المعركه، لان هو شاف الرؤيه، شاف الرسول، هو على ثقه مما شاف، الراجل ده واصل يعني قد ايه عنده القدره دي. ده قرار حرب مش قرار اي كلام. نعم. الحاجه الثانيه انه دور المؤسسه الدينيه في ظهر القائد، واحنا حتى لو ان شاء الله بعد الفصل لما يعني نستعرض كلمه طبعا نبذه منها لانها طويله جدا، خطبه الدكتور عبد الحليم محمود في التوقيت ده، قد ايه قال انه محتاجين كلنا لا نشق الصف، قد ايه محتاجين كلنا نكون على كلمه رجل واحد، الشعب كله وقد كان الناس ما بقاش فيه يعني احصائيات كانت بتطلع في التوقيت ده، ما فيش سرقات بتحصل، ما فيش اعتداءات، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش المواد التموينيه، ما حدش كان بيقول انها نقصت واحنا في توقيت حرب. نعم. ازاي حضرتك يعني نستشعر الموقف ده؟ نستشعر هذا الموقف بامرين. اما الامر الاول فهو المقدره الفائقه بالاخلاص الشديد للقيادة التي استوعبت يعني استجاب واستجاب لهذا استجاب مع الاستعداد بشيء منقطع النظر. لماذا؟ لأن القائد أيضا كان رجلا نحسبه والله حسيب ولا نذكر يؤمن ويعرف قيمة البعد الإيماني ويعرف قيمة الذي أمامه والذي يكلمه. صحيح. هذا من جهة. من جهة ثانية أن المؤسسة الدينية وهي مؤسسة الأزهر الشريف الذي قال عنه أحد مؤرخي العرب من لم يذهب إلى مصر ما رأى مجد الإسلام ولا عزة لأن فيها الأزهر. الله. الله أكبر. الأزهر الذي برز بعد القرون الثلاثة الأولى محتضنا أبناء المسلمين من كل الأرض في أروقته وباعثا بعلمائه إلى أقطار الدنيا ينشرون عبير الأرض عبير الإسلام في الأرض. وقفت المؤسسة الدينية لتؤدي دورها على أكمل وجه. قادها شيخها ليرسل بالعلماء مع كتائب الجيش المقاتلة ليبثوا الروح المعنوي. الله. وليقووا من عزم أبناء القوات المسلحة. فضلتك قلت لي أنه كانوا بيروحوا الجبهة. نعم. في الجبهة. حتى إن بعض الدعاة لما قال نحن في رمضان الجو شديد الحرارة الفطر رخصة لكم فيه عون لكم على هذا العدو الشرس فانطلق صوت من أبناء قواتنا المخلصة يقول لا أريد أن أفطر إلا في الجنة. الله أكبر. لا أريد أن أفطر إلا في الجنة. الله. هذا معناه أن القيادة العسكرية وأن القوات بإيمانها الذي لا يتزعزع بالله يعشقون الشهادة في سبيل الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يوقنون بهذا. فمن أجل ذلك ما خافوا المعركة ولا خافوا الشهادة بل كانوا ينتظرونها. كمان ظهور خوارق العادات